النهارده معاكم حلقه الاحد. ايوه جاسي توك الياسمين، خليكم معانا. مساء الفل يا جاسي. مساء الانوار يا استاذه سناء، ومساء الانوار على كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا النهارده. ودايما خطوه عزيزه في بيت السفير عزيزه. النهارده مع حضراتكم حلقه جديده ومختلفه، وزي ما الاستاذه قالت كده، يا رب تستفيدوا وتستمتعوا الاثنين مع بعض في حلقتنا النهارده. بصي بقى يا جاسي، أيوة. طبعا الجمله دي بتتقال بس حقيقه. مصر دايما ولاده وقويه بشبابها الموهوب المتفوق، واحنا تاريخنا مليان بنماذج شابه بنفتخر بيهم. بس يعني مهم جدا ان هم الشباب دول يلاقوا دعم وتشجيع من الدوله عشان يكبروا اكتر واكتر، وده اللي بتعمله الدوله الحقيقه دلوقتي. عشان كده خلونا نتعرف اكتر عن برنامج رواد وعلماء مصر اللي بيوفر منح دراسيه في الجامعات المصريه والجامعات الامريكيه. ازاي ممكن الطلاب يحصلوا على منح دراسيه؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتنا اللي معانا على زوم ان شاء الله، يارا عبد المنعم، مسؤوله الاتصالات ببرنامج المنح الجامعيه ببرنامج رواد وعلماء مصر. يارا، سيده را يارا، استاذه يارا، اهلا بحضرتك. معايا؟ مساء الفل. مع حضرتك. مساء الخير. مساء الفل. يعني عايزين نعرف من حضرتك الأول، يعني إيه هو البرنامج، إيه بالظبط يعني، وإيه المنح الدراسية اللي بيقدمها برنامج رواد وعلماء مصر لأولادنا في الفترة الأخيرة دي؟ هي هما الحقيقة برنامجين، برنامج المنح الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر، مقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبتقوم بتنفيذهم الجامعة الأمريكية في القاهرة. ده الدفعة الخامسة لبرنامج المنح الجامعية، والدفعة الثانية لبرنامج رواد وعلماء مصر. دول برنامجين مختلفين يعني؟ لا، هما برنامجين بس بيهدفوا نفس الحاجة. بيكملوا بعض يعني؟ حاجة زي كده. هما عندهم زي نفس التخصصات، الجامعات الشريكة شبه بعض. طب ادينا فكره كده يا استاذه يارا عن التخصصات المختلفه وايه الجامعات الشريكه في الموضوع ده. الجامعات، احنا عندنا 13 جامعه شريكه، هي الجامعه الامريكيه في القاهره، جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، جامعه عين شمس، جامعه اسيوط، جامعه المنصوره، وجامعه حلوان، وجامعه الزقازيق، والاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، ومدينه زويل، وجامعه العالمين، جامعه الجلاله، وجامعة بدر. حلو قوي. طب والتخصصات بقى؟ ايه التخصصات اللي احنا بنستهدفها؟ هي المياه والطاقة والزراعة والتمريض والتكنولوجيا. أيوة. والسياحة والتراث والصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والصحة العامة. والسياحة، شفتي السياحة كمان. طب يعني دي الحاجات اللي بيتطلبها السوق أو المجتمع في الفترة القادمة، صح يا أستاذة؟ الحقيقة هو البرنامج بيهدف المجالات دي بالذات، علشان دي اللي تتطابق أو بتتوافق مع رؤية مصر 2030، اللي هي الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. طب احنا شايفين ان فده اللي الدولة محتاجاه في خطتها الجاية. اوكي، احنا شايفين ان لغاية دلوقتي اللي ظاهر لنا على الشاشة ان في 370 طالب في العام الدراسي 2023 2024 تقدموا، صح؟ مش تقدموا، هو المنحة فتحة الباب لان هي تختار 300، اكتر من 370 طالب السنة دي سنويا. سنويا هي دي بتختلف من سنة لسنة. بس حلو. أوكي. 300، انا افتكرت هتبقى 50 30 50. لا، منحة 370 ده كتير. رقم كويس قوي يعني. دول اللي اتقبلوا، مش كده يا استاذ يارا؟ بنراعي ان 50% يكون من الطلاب الذكور و50% من الاناث. وبنستهدف 27 محافظه مصريه، بجانب ان 10 من 10 15% من الطلاب بيكونوا من ذوي الاعاقه. طب ممتاز. حلو قوي. طب ازاي الطلبه والطالبات يتقدموا؟ يعني دلوقتي بيمتحنوا وبيخلصوا امتحانات، امتى يتقدموا ويتقدموا ازاي؟ هل مثلا في ويب سايت؟ هل بيقدموا بيملوا استماره وبيجوا يوصلوها في مكان ما؟ الاستماره مفتوحه على كذا مكان، البوست بتاع المنحه على صفحه وزاره التربيه والتعليم، وعلى الويب سايت بتاع الجامعه الامريكيه. ممكن يلاقوه كمان على البوستس في
صفحة برنامج المنح الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر ونيوتن للخدمات التعليمية. طيب مين يقدر يقدم بقى في المنحة دي؟ ايوه أولا لازم يكون الطالب مصري الجنسية ويكون مقيد في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية أو مدارس ستيم خلال فترة الـ30 ثانوي. المنحة للأسف مش بتقبل طلبة الثانوي المنازل، ولازم تكون شهادة الثانوية العامة سنة 2023 2024 اوكي، يعني يكون أو ما خريج يعادلها من فريش مدارس يعني. ستيم من الدور الأول. اوكي إيه، طب المنحة دي أخذ واحد طالب حصل على المنحة، هو بيدرس في أمريكا ولا ما بيسد، ولا بيدرس في مصر ولا إيه؟ لا هو مش بيدرس في أمريكا، هو بيدرس في أحد أقسام الساعات المعتمدة ذات المصروفات في التخصصات اللي أنا قلتها لحضرتك في الـ13 جامعة الشريكة على حسب تخصصه وعلى حسب الجامعة اللي هو هيدخلها. اي بس يعني المنحة معلش كمان انا فيها عشان انا ميزة، معلش انا عايزه كأم افهم اولادي هيروحوا فين، يعني دي غير بقى التبادل، الطلاب يروح يقعد سنه في امريكا ويجي طالب طالب عندنا هنا من امريكا يقعد سنه، دي حاجه مختلفه. دي هو حاجة مختلفة بس مختلفه المنحة تماما. فيها فرصة برضو ايوه إن إحنا بنقدم ل65% من طلاب المنحة فرصة دراسة فصل دراسي في جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية. كويس بناء على كويس إيه بقى يا أستاذة يارا؟ يعني 65% دول ليه، دول تحديدا هم اللي محظوظين أو عندهم فرصة أكتر عن ال 35% التانيين؟ بناء على يعني أكاديميا، هل محافظين على مستواهم الأكاديمي؟ هل بيعملوا أنشطة لا صيفية وأنشطة مجتمعية، يعني نشطاء في البرنامج وفي المجتمع؟ دي فرصة زي إيه، منحة جوه المنحة كده، إن إحنا بنختار الطلبة الأكثر نشاطا نديهم فرصة الدراسة فصل دراسي في أمريكا بجانب مهاراتهم باللغة، مهارة اللغة الإنجليزية يعني. اوكي ده لا لا انا معلش قبل ما نقول نسيبها، يعني انا عايزه اعرف دلوقتي، انا خدت منح، انا طالبه ومتفوقه، بالظبط. لازم بتشترطي كمان فيا ان انا بقى جايبه مجموع كبير قوي، ولا ده متروكه للاختيار الكليه يعني او المدرسه نفسها، ولا انتوا ولا ايه؟ المنحة ليها معيار للمجموع يعني في القبول، هو حاليا 85% انا فوق. بيقل لمثلا تخصص التمريض، بس برضو 85% ده مش النهائي، ده بيتحدد على حسب يعني حالة التنسيق بعد ما انتاج الثانوية العامة تطلع، يعني بيختلف من تخصص لتخصص صح؟ وبيختلف من سنة لسنة. من سنة من لسنة. سنة لسنة. اوكي طب بياخدت المنحة بروح فين؟ يعني بتودوني فين بعد كده؟ ولا دي بدخل بقى الكليات عادي، ولا مش فاهمة يعني. بتدخلي الكلية عادي على حسب مجموعك جايب الكلية دي من التخصص ده، لأن إحنا لازم يكون التنسيق جايب لك الكلية دي أصلا. يعني أنا ما ينفعش أكون عايز أدخل هندسة طاقة مثلا وأنا مجموعي في التنسيق مش جايبها. اوكي لكن بيدرسوا في، يعني العادي ان هم بيدرسوا في مصر. بيدرسوا في مصر. المنحة دي بقى يعني بتتكفل بإيه؟ بالمصاريف بتاعتهم يعني المنحة بتتكفل بكل حاجة، إيه؟ يعني إيه كل المصروفات حاجة؟ الدراسية. طبعا في ناس هتقول طيب هي في جامعات حكومية، لا بس احنا في الأقسام ذات الساعات المعتمدة اللي هي ذات المصروفات في الجامعات الحكومية، فبنتكفل بمصروف الدراسة، بنتكفل بمصروف شهري للطالب. لو هو جات له جامعة في مدينة غير مدينته بنوفر له كمان الإقامة إقامة جوه سكن الجامعة، حلو كويس. بنوفر له تأمين صحي، وبنوفر له كمبيوتر محمول اللي هو اللابتوب. طب حلو قوي. تاريخ التقديم بقى يا أستاذة يارا، هل انتهى ولا في تاريخ معين يقدروا الطلبة ان هم يقدموا لغاية التاريخ ده؟ الاستمارة مفتوحة دلوقتي لحد يوم 31 مايو، يعني فاضل تقريبا 12 يوم على اوكي انتهاء التقديم، فإن شاء الله يلحقوا يقدموا. طب ممتاز. شكرا، يعني احنا شاكرين للاستاذه ولاء، شاكرين يارا عبد المنعم انا ولاء دي مسؤولة جبتها الاتصالات. يعني انا جبتها منين يعني؟ شوفي بقى، شوفي لو عندك منحه عمرك ما هتديها لي. لا يا حاجه بس احب اضيفها، اتفضلي. ان المنحه مش بس منحه اكاديميه، لا احنا كمان بنوفر مميزات غير اكاديميه للطلاب،
زي برنامج إعدادهم إن هم يكونوا قادة، إعداد المهارات القيادية، وبرنامج لمهارات ريادة الأعمال، وبرنامج لمهارات اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية مش معيار للقبول في المنحة. إحنا بنستهدف الطلبة اللي من مدارس حكومة، فمش شرط يكون مستوى اللغة الإنجليزية بتاعهم كويس، بيجيد اللغة بشكل كويس بالضبط. إحنا بنشتغل معاهم طول سنين المنحة على مهارات اللغة الإنجليزية. هايل جدا. وفي حاجة كمان بنقدمها، إن طبعا الطالب بيحس بضغط في كل الحاجات اللي هو بياخدها ومرحلة جديدة في حياته، وبرنامج قيادة وبرنامج ريادة أعمال وبرنامج لغة إنجليزية، فيحس بضغط. فإحنا بنقدم له إرشاد أكاديمي ونفسي واجتماعي علشان يقدر يواكب بين كل الحاجات اللي هو بياخدها. يا أستاذة يارا، إضافة إلى تفضلي. لا أنا عايزة أسألك، ده سنة واحدة المنحة دي ولا الأربع سنين مثلا بتاعت الجامعة أو ثلاث؟ لا، الأربع أو خمس سنين على حسب تخصصه. طيب أوكي ماشي ماشي. يعني بإضافة إلى إرشاد مهني كمان. طب والله برافو، أنت يعني بتغطي كل الجوانب. حلو قوي. وبيبقى عندهم الوقت إن هم يعني يستفيدوا بكل الإرشاد ده؟ طبعا. احنا بنعلمهم ازاي ينظموا وقتهم، وكمان في الصيف او في الاجازات بيكون في معسكرات علشان نديهم التدريبات دي، او في خلال ايام الاجازات علشان برنامج اللغه الانجليزيه. فده غير البرنامج الارشاد المهني، ان هو يعلمهم ازاي يكتبوا السي في، ازاي يدوروا على شغل، ازاي يعدوا من انترفيو. حلو قوي. كل الحاجات دي يا استاذه يارا. هو برنامج شامل. لا. عشان ياخد الطالب من اول ما يخرج من الثانوي لحد سنين الجامعه كلها، يتخرج يكون مؤهل لسوق العمل. ده اللي كنت عايزه اساله لك. ده بيخرج من عندكم جاهز ومكانه محفوظ وشغلته مضمونه والمرتب في جيبه كمان. ده حقيقي. شكرا شكرا للاستاذه يارا عبد المنعم، مسؤوله الاتصالات ببرنامج المنح الجامعيه وبرنامج رواد وعلماء مصر. شكرا ليك يا استاذه يار. برنامج جميل. شوفي يعني بياخدوكي بالظبط، لسه انت بشوكك يحطوكي يطلعوكي جاهزه للعمل. ممتاز. جميل. ممتاز. وبعدين يعني الرئيس من فتره كده هو قال لهم مش معقوله عمالين تتكلبوا على الهندسه والاداب. لا وغير كده يعني ادرس اداب، ادرس مش عارفه حقوق، بقى في عدد كبير تجار، لازم سوق العمل نشوف محتاج سوق ايه، العمل محتاج والدولة ايه بتاعتك محتاجة ايه، ومكانك عشان تلاقي مكانك على طول. وبعدين دلوقتي بقى في تخصصات مختلفة كتيرة جدا، جديدة طبعا، جديدة طبعا. احنا في العام الفاصل في الذكاء الاصطناعي. صحيح. فلازم طبعا كل ده نبقى مواكبين العصر يعني. بالظبط. في نفس الاطار ده بقى يا استاذه سناء، يعني دعم الشباب اللي هم زي ما حضرتك بتقولي هم مستقبل مصر حقيقي، واولادنا اللي بنفتخر بيهم وعايزين لهم مستقبل مشرق يحققوا فيه كل احلامهم. بنكمل برضو معاكم اخبارنا، عشان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي الحقيقه برضو عامل مجهود مهم جدا في دعم النابغين والمبتكرين في احدى الجامعات التكنولوجيه، وان هم بيشجعوهم وبيقدموا لهم جوائز ماليه من مبادره تكافؤ للمشروعات الفائزه، وبيشارك معاهم كيانات مهمه من الدوله زي مؤسسه حياه كريمه اللي بتؤمن جدا باهميه الشباب ودورهم في بناء المجتمع. فعايزين نفهم اكتر بقى عن المجهودات اللي بتعملها بيقدمها التحالف الوطني في مجال دعم المبتكرين، وازاي الشباب اللي بيتفرجوا علينا يقدروا ان هم يشاركوا ويستفيدوا من ده، من خلال ضيفنا اللي معانا على التليفون الاستاذ هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. استاذ هاني مساء الخير. تنوي يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يا ريت حضرتك توضح لنا اكتر عن ابرز جهود التحالف الوطني في دعم النابغين والمبتكرين. يمكن طبعا التحالف الوطني بيهتم بقطاعات كتيره جدا، منهم التمكين الاقتصادي والصحه وقطاعات اخرى، ولكن زي ما حضرتك اشرتي قطاع التعليم قطاع مهم جدا، لان هو زي ما حضرتك قلتي مستقبل مصر. فمستقبل مصر ده لازم نهتم بيه ونحافظ عليه جدا، واحنا كمجتمع اهلي ده دورنا. فاحنا عملنا مبادره اسمها تكافؤ لطلبه جامعات التكنولوجيه في مصر. قدرنا الحمد لله ان احنا يبقى معناها حاليا لحد دلوقتي 400 طالب نقدر نديهم المصاريف الدراسيه بتاعتهم كل لحد ما بيخلص. طبعا ده ليه شروط كتير لكل. صوت حضرتك بيقطع، حضرتك كنت لسه بتقول ليه شروط؟
طبعا ليه شروط ومعايير بنختاروا بيها. ايه هي بقى الشروط والمعايير دي؟ طبعا بيكون هو طبعا اولى بالرعايه ان هو يكون ظروفه الماديه ما تسمحش ان هو يدفع مصاريف. وايضا كمان ان هو كمان يقدر يجيب على الاقل كل سنه. وعايز اقول لحضرتك ان من ساعه ما بنعمل المبادره الحمد لله الطلبه محافظين جدا على تفوقهم في الدراسه. الحمد لله كل سنه بيجيبوا جيد جدا وممتاز. برافو. والحمد لله عاملين شغل كويس جدا معانا من ساعه ما ابتدينا المبادره. فطبعا المعايير دي بنختارهم على اساسها ونبدا ان احنا نتابعهم، وكمان بنقدر نديهم كمان دورات اخرى زي مثلا دوره اي بي ام وحاجات كتيره جدا. فالحمد لله مهتمين بيهم وده دورنا. وكمان عايز اقول لحضرتك ان دايما بتكلم عن المثلث الذهبي، ان لما القطاع الخاص بيجتمع مع القطاع الحكومي مع المجتمع الاهلي صح. بنعمل شغل كبير جدا. يمكن انا عايز بشكر جدا كل بنكمل بعض يعني. ده يعني المثلث ده بيكمل بعضه، مفيش حد يقدر يشتغل لوحده. بالظبط. يمكن المبادره بالعايز التعليم العالي بنشكر طبعا معالي الوزير ان هو كان حتى موجود معانا اخر مره في جامعه 6 اكتوبر. المبادره دي حضرتك على مستوى كل المحافظات والجامعات ولا محافظات معينه حتى الان؟ لا كل المحافظات. كل المحافظات. كل الجامعات التكنولوجيه في جمهوريه مصر العربيه كلها. يوصلوا ليكم ازاي يا استاذ هاني؟ اعرف. عن طريق حاجتين يا فندم. ايوه. الصفحه بتاعتنا الاتحاد الوطني او مؤسسه صناع الخير للتنميه، وايضا ممكن يقدر يكلمه 1501. 1501. تديهم يبقى التواصل من خلال 1501. مظبوط يا فندم. هل المبادره بتستوعب عدد معين فقط يا استاذ هاني ولا مفتوحه على زي ما الناس تقدم احنا عندنا الاستعداد ان احنا ناخدهم كلهم؟ والله يا طبعا هي مفتوحه، بس طبعا زي ما قلت اشرت لحضرتك كده ان دايما القطاع الخاص لما بيدعم وبيسندنا في الموضوع ده بنقدر ان احنا يعني نختار اكبر عدد ممكن يعني. طبعا في للاسف طلبه كتيره جدا بيبقى مستواهم او الناحيه الماديه بالنسبه لهم صعبه جدا، فممكن ما يقدروش يكملوا. وده اللي احنا عايزين نقدر نساعدهم عليه ونقدر نخليهم يكملوا دراستهم ويتخرجوا كمان. وكمان بعد التخرج احنا هنفضل معاهم لحد اللي عايز يعمل ماجستير او يعمل دكتوراه. ممتاز. فاحنا برضه عايزين نكمل معاهم. ولذلك احنا طبعا دعم القطاع الخاص او المسؤوليه المجتمعيه في كل البنوك المحترمه المصريه والشركات دي بتخلينا نقدر ان احنا نكمل ونقدر ان احنا كمان ناخد اكبر عدد ممكن من الطلبه دي. يعني بنتمنى لكم التوفيق، لان كل حد بيحط لبنه في بناء المجتمع ده شيء مهم جدا، وده مستقبل مصر كلها. شكرا للاستاذ هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. نطلع فاصل؟ اتفضلي. نطلع فاصل ونعود. للأسف كتير مننا بيصاب بالانزلاق الغضروفي. الغضروفي ده نتيجة ممارسات يومية غلط احنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا. نشيل حاجة تقيلة بشكل غلط، نهمل في صحة ظهرنا. ظهرنا ده مهم جدا على فكرة. الانزلاق ده بيخلينا نتألم وبيوقف حياتنا اليومية العادية. النهاردة في فقرتنا الأولى اللي هنقدمها لكم دلوقتي هنقدم لكم شوية نصايح إزاي نحافظ على صحة عظمنا خاصة ظهرنا، وده من خلال ضيفنا اللي منورنا الدكتور محمود الشامي استشاري العلاج الطبيعي. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا حضرتك. إيه بقى الانزلاق الغضروفي بالظبط؟ وده فين بس؟ في الرقبة؟ تمام. في الظهر؟ في الرجل؟ فين يعني؟ هو مهم جدا إن احنا نعرف إن احنا عندنا 33 فقرة في الجسم. في الظهر؟ في الظهر. عمود الفقر كله 33 فقرة. عندنا 24 فقرة متحركين. الجزء العنقي حوالي 7 فقرات، الجزء الصدري 12 فقرة، الجزء القطني 5 فقرات، بعد كده عندنا الجزء العجزي 5 فقرات، وبعد كده الوسوسية دي 4 فقرات. في جزء متحرك، هم أول 24 فقرة أول 7 متحركين اللي هي مسؤولين عن الرقبه، ودي الفقرات العنقيه. تمام. ده يعتبر انزلاق غضروفي في الرقبه. احنا بنحكي بقى القصه الاول. الفقرات دي شكلها عامل ازاي عشان الناس تبقى متخيله. جزئين منهم متحركين بطريقه دوريه وبنستعملهم في حياتنا. اللي هي العنقيه والقطنيه. تمام. دول اكتر فقرات متحركين.
فالجزء اللي ما بينهم الحركه بتبقى حركه اماميه. بالنسبه للرقبه احنا بنحرك، فبنعمل ربنا خلقنا ان احنا الجزء ده يبقى الميكانيكا بتاعته حركه اماميه، بنتحرك بيه لقدام بس، لقدام والوراء بس. حركته الوراء هي ضغط الغضاريف اللي ما بين الفقرات، فبيبقى مؤلم جدا. الميكانيكا برضو بتاع الفقرات القطنيه لقدام، يعني لو حد جه يشيل حاجه من الارض اكيد بينزل لقدام، فالجزء ده بيتحرك. طيب الفقرات دي موجوده ما بينها جزء من الغضاريف، الغضاريف ده في ماده جيلاتينيه موجوده ما بين الفقرات اللي هي مع السن بتتاكل بطبيعتها بالظبط. فالماده دي اما بتتاكل بتؤدي لخشونه مع السن. طيب سبب المشاكل اللي بتحصل للفقرات عندنا مشاكل كتير. اول حاجه ان من الظواهر الجديده اللي منتشره اخر فتره دي في حياتنا ان احنا بنستعمل موبايل فترات طويله جدا، فده بيؤدي لمشاكل في الفقرات العنقيه. مشكلة ان المريضة ما بيجي ما بيقولكيش انا رقبتي اللي وجعاني، بيقولك انا دراعي بينمل، دراعي بحس ان في الم وحرقان جامد، هو ما بيبقاش عارف ان المشكلة من الرقبة، هو بيبقى فاهم ان المشكلة في الدراع. طبعا ليه؟ لان الغضروف ده ما بيطلع بيضغط على الـ الاعصاب الطرفيه اللي طالعه من الحبل الشوكي. بس يعني بدون ما اقطع كلام حضرتك، علشان مؤخرا بنسمع لناس كتيره من الشباب، مش شاطر، مش شرط اللي هم كبار السن بالظبط، فبالتالي الجلد ده تاكل مع السن، لكن العادات الغلط بقى هي اللي بتجيبه للشباب. لان مع السن خلاص ده طبيعي انه مع الخشونه يحصل بعض المشاكل. عشان الموبايل ببقى عامله كده، حضرتك بتبقى حاطه البوزيشن الوضع نفسه بتاعه الرقبه في فتره طويله في وضع غلط. هو طبيعي ان احنا نقعد ستريت. ستريت يعني نقعد كده ونتفرج على الموبايل. صعب بالظبط، مش فترات طويله. لان اللي بيشيل الجسم ايه دايما؟ عظم وعضلات واربطه. فطبعا ان العظم مع الاستعمال فتره الميكانيكا بتاعت الشكل نفسه الديناميكي بتاعه بيتغير. العضلات مع الوقت بتضعف. طبعا احنا ناس كتير بقى لها فتره ما بتمارسش الرياضه، وده بيؤدي لضعف العضلات. احنا بنلاقي كمان في الم في الكتف. كل ده ريفيرد يعني مصاحب للفقرات العنقيه، الام الفقرات العنقيه. دكتور محمود، يعني اعمل ايه؟ يعني هفترض ان انا مش عارفه اتحكم في ابني وهيمسك الموبايل غصب عني حتى وانا مش موجوده، هل مثلا في تمرين معين اعمله اعلمه له بحيث ان هو يساعد شويه على تخفيف الضغط؟ اعمل كده، اعمل ورق، اعمل في تمارين بيسموها ستاتيك، هو ممكن يعملها وهو قاعد في البيت. زي ايه بقى؟ زي ايه؟ اولا ممكن نشتغل على الفقرات من غير ما نحرك الفقره، يعني نشتغل على العضلات نفسها. فبيبدا يحط ايده قدام، يضغط على ايده بطريقه قويه، وبعد كده ده بيقوي العضلات. نخليه يحط ايديه ورا راسه ويضغط لورا، فبيقوي العضلات اللي ماسكه ورا. جانبي نفس القصه، جانبي الناحيه دي نفس القصه. ويستمر مثلا التمرين ده يعيده 3 مرات في اليوم، وكل تمرين من 3 لـ5 عدات كده او 12 عده. ده هيحافظ ان العضلات دي تخليها فتره طويله شايله العمود الفقري، عشان الحمل ما ينزلش على الفقره. تمام. وده اللي احنا بنقوله ان الجسم شايله عضم، شايله عضلات واربط. فانا لو باقوي العضلات دايما محافظ ان اللود اللي نزل على المفصل قليل، وهياخد فتره طويله. بس هو دي. طب هل الاعراض اللي بتصاحب بقى الانزلاق الغضروفي ممكن تختلف من شخص الى اخر، ولا هي كلها اعراض واضحه وثابته وهي هياها مع كل الناس؟ ده سؤال مهم. احنا عندنا الاعراض بتختلف من شخص لشخص، بس الشكوى قريبه. تمام. بتختلف على حسب ايه؟ احنا الغضروف ده في منه مراحل. في اول حاجه اسمها مايلد، اللي هو لسه غضروف طالع حاجه بسيط، وبعد كده مودريت متوسط، وبعد كده السيفير. المايلد ان هو لسه ما لحقش الى حد ما يضغط على الاعصاب، فحاجه اسمها الريفيرد بين او الالام المصاحبه مش موجوده، كلها بتبقى متوقفه على العضلات، فده الريكفري بتاعه بيبقى اسهل بكتير ما نخش في المرحله اللي بعدها. بس انا هكتشف ازاي طالما ما عنديش الم؟ هعرف من فين ان انا عندي مايلد غضروف؟ بص، الاكتشاف الاول هو بيبتدي ممكن لو على حسب مستوى الفقره. يعني في ناس بتبقى اصعب حاجتين الفقره الاولى والثانيه في العنقيه، ودي اصعب واخطر حاجه. ده بالنسبه للعنقيه ولا للدكتور؟ ده العنقيه. انا بنتكلم على العنقيه. ده بيسبب تلاقي شكوى جاي يقول لك انا عنده صداع. بيحس بصداع، بحس بدوخه بعد فترات، او انا واقف عندي دوار، حاسس ان انا مش متزن. المشكله بقى ان كل الاعراض دي الواحد يفتكر انه ضغطه عالي. بالظبط. ما عشان كده بقول لك ان دول اخطر فقرتين، لان اللي بعد كده هيشتكي من دراعه، مش هيشتكي من الصداع. اوكي. فاهم حضرتك؟ يعني لما يدخل في المرحله اللي بعديها الاصعب، او يخش على مستوى فقره تحت، ان الغضروف اللي ما بينهم
هو اللي اتحرك. طب حضرتك قلت هننتقل يعني من الرقبه كمان في الضغط يعني بالزبط. حضرتك قلت ان في حاجه زي الجل كده، ماده زي الجل ما بين الفقرات اللي بتهدي الدنيا يعني، او ما تاكلتش وبتاع، مش ما فيش حاجه جديده ان هم يتضخ فيها الجل ده؟ في حاجات مؤخرا بدات تظهر زي التردد الحراري والحقن والحاجات دي، يعني الحاجات دي بتشتغل ان هي تقلل البيض، بس احنا ما عالجناش المشكله كلها. احنا ادينا مده لنفسنا ان احنا الالم يقل، ومهم جدا في موضوع الالم بالذات بتاع العمود الفقري ان احنا نصاحب الوجع. نصاحبه بمعنى ايه يعني؟ بمعنى انا الوجع ده موجود ولايف ستايل هيخليه مستمر معايا شويه، انا هقلله مع جلسات العلاج الطبيعي، مع سواء باخد تردد حراري على حسب العلاج، الخطه العلاجيه مع الادويه. خطوره شويه بالنسبه للعمليات بتاعه الفقرات العنقيه، وناس كتير ما بتحبهاش يعني العنقيه والقطنيه، الا بيلجا لها في مرحله انه خلاص ما قدامناش اوبشن تاني او حل تاني غير كده. فمهم جدا ان الالام اللي موجوده دي تصاحبيها، بمعنى ان انا عارف ان الحاجه دي هتوجعني او هتزود الوجع، فاقلل منها او احاول اتجنبها. الممارسات الخاطئه مثلا يعني؟ بالظبط كده. زي ايه؟ لا زي مش إيه؟ مش هي عارفاها، انما احنا مش عارفين هي الممارسات الخاطئه. إيه؟ اولا الاوزان الثقيله. تمام، لازم نخلنا بالنا ان احنا ممنوع ان احنا نشيل اوزان ثقيله، وبالذات بحركه مفاجاه. تمام، ده بالنسبه للعنقيه. والقطنيه نفس القصه، عشان اشيل حاجه تقيله من الارض مهم جدا ان انا اتني ركبتي، ودي ناس كتير ما بتاخدش بالهم منها. يعني وبيجي وقتي ما وطيش كده بالظبط، لازم انزل بركبي الاول عشان الويت يتوزع، الوزن بتاع الحمل يتوزع على الفقرات. تمام، فده مهم جدا ان انا اخلي بالي من القصه دي. تاني حاجه، لازم اغير الوضع بتاعي كل نص ساعه، بمعنى لو انا قاعد هقوم امشي شويه، لو انا واقف هتحرك، لا لازم الوضع يتغير، وبالذات للناس اللي بتسافر لمسافات طويله. بيقولوا لنا اعملوا رجليكوا كده، هي الحركه عامه يعني احنا بنقول لهم دايما ايه، غير الوضع بتاعك كل نص ساعه. ويفضل ان انت معظم الوقت تبقى قاعد مفرود فارد ظهرك. قومي بينا نمشي شويه، قومي بينا نتحرك شويه. الرياضه مهمه جدا. لا انا حضرتك ما خدتيش بالك انا وانت دلوقتي قاعدين عاملين نفرز في روحنا. كلنا كلنا بنعمل كده. بس فالحاجات دي مهمة جدا. الرياضة مهمة جدا ان احنا نقوي العضلات، لان العضلات دي اللي هتشيل. فمهمة جدا ان احنا نمارس رياضة. اي رياضة اي رياضة، رياضة المشي مهمة. تمام، في اكسرسايز، في تمارين ممكن نعملها في البيت، مش لازم اروح عند دكتور، انا هتعلمها وهحافظ عليها. طب ما تقول لنا يعني البديهي، حاجات أولية نعملها عشان ما نتعرضش للانزلاق الغضروفي. تمام، نقول نتجنب الأول الأوضاع الغلط، العادات السيئة، العادات السيئة بتاعتنا. بعد كده ممكن التمارين زي اللي احنا قلناها بالنسبة للرقبة. ممكن في تمارين تانية، نبقى نايمين على ظهرنا، بنتني رجلينا، نرفع وسطنا، زي اللي بيسموه بريدجينج. هو عامل زي الكوبري، هو عامل الحرف نفس الحرف، فبيبدأ يرفع وسطه، يقوي العضلات اللي ماسكة حوالين الفقرات القطنية. تمام، وبالتالي ده هيشيل حمل نازل على الفقرات. الحاجات دي ممكن تعمليها في البيت حضرتك، انت مش محتاجه تجنى العياده بالظبط، مش محتاجه تجنى العياده، بس دي مرحله ان انا بحافظ. بس الالم بقى، حياتك بتقول على موضوع الالم ولازم اصاحب الالم. الناس اللي اوريدي عندها الم وبتضطر ان هي تحقن علشان وصلت لمرحله الالم ده غير محترمه. تمام، اللي انا عارفاه وحياتك برضو يا ريت تصحح لنا المعلومه دي، ان بعد يمكن ثالث مره الحقن ده مش بيجيب نتيجه زي اول مره اتحقن فيها. خلينا نقول في مصطلح كده، ان الواحد طبيعته لو خد اي دواء عامه بيحصل له بعد فتره حاجه اسمها ادابتيشن. الجسم بيتعود على الدواء ده. فاوريدي ما قدامكيش حضرتك غير ان انت يا تزودي الدوز اللي بتاخديها، الجرعه اللي احنا بناخدها. تمام، يا اما هتلاقي الالم مستمر معانا. اصاحبه ده اهم حاجه. لو انت حضرتك صاحبت الالم صدقيني الموضوع مش هيزيد معاكي. انت هتبقى عارفه الحاجات اللي بتزود الالم عندك، فمش هعملها. دكتور محمود، على ايامنا احنا بقى الاجيال اللي قبل كده، اول ما حد يقول عنده انزلاق غضروفي يقولوا له نام على البلاط، نام على الخشب، سيب السرير. هل ده حاجه يعني مفيده ولا ده كلام ناس مش هو عارفه؟ هو كلام الدارج اللي كان بيتقال في البيوت. هو مهم جدا. هو الفكره في ايه؟ لان معظم المراتب اللي كانت موجوده في الاخر الناس بتنام عليها قطن،
كانت قطن زمان فالنزول بتاعها الهبوط بتاعها بيبقى قليل. انما اللي موجود دلوقتي معظمه سفنج، فالنزول ده بيخلي شكل الكيرف بتاع الظهر او العمود الفقري متغير. فاللود الحمل اللي بينزل على اماكن من الفقرات بيزيد. فطبيعي ان هم كان زمان عندهم ببساطه بيقولوا الحاجات دي بسيطه، وهو فعلا موجود عشان هو مش عارفين التوزيع. مش محتاج ينام على الارض. لا مش محتاج ينام على الارض والحاجات دي. طب اخر سؤال عايزين نساله لحضرتك، دايما يقولوا لنا ايه الناس الرياضيه واللي بتلعب رياضه وكده هي الناس اللي اكتر ناس بتبقى صحيه وما بتواجهش اي مشاكل صحيه. الملاحظ برضو مؤخرا ان معظم الرياضيين هم اللي بيعانوا سواء بقى من الركب من الظهر. ليه؟ لان هو اما بييجوا بيلعبوا في الاماكن الرياضيه او الجيم، اولا بيشيلوا اوزان كبيره وبيشيلوا غلط. تمام. حتى انا لاحظت ان في ناس برضو الى حد ما انت مفروض ان انت تبقى تتابع مع حد في الجيم يعرفك انت تعمل ايه وتشيل ازاي. يعني حركه زي اللي انا بقول لحضرتك ان انت بيعملوا حاجه ويت ليفتر، يعني بيشيلوا الوزن من الارض. لو هو فارد ركبه وهو بيشيل الوزن ده هيجيب له فقره قطنيه، هيجيب له غضروف على طول. تمام. فالحاجات دي بتزيد الخشونه، لان في ناس برضو لما بتيجي تجري على اسفلت او اماكن ناشفه الحاجات دي كلها بترد في الفقرات القطنيه وبترد في الركبه. تمام. فيقول لك دايما لما تيجي تمشي بحاجه اسمها شوزات رياضيه عشان تحصل حاجه اسمها شوك ابزوربشن، امتصاص الصدمات اللي موجوده. وبالتالي ما تردش في الركبه او ترد في الظهر. يعني يبقى بيمشي كده يعني كانه الشوز نفسه هو فيه الاوبشن ده ان حضرتك ما تبقيش بتضغطي فالجزء الناشف ده يرد في ظهر حضرتك او في ركبه. بس هل المشي بشكل عام، معلش بقى، انه اللي عنده فلات فوت اللي عنده قدم مسطحه يعني ما عندوش المنحنى، هل ده ممكن يسبب لي انزلاق غضروفي؟ مش يسبب انزلاق غضروفي، بيعمل تشوهات في العمود الفقري. بمعنى ان يجي لنا بعد فتره لان في حاجه غلط موجوده في البوزيشن، فيجي في حاجه اسمها سكوليوزس، تلاقي العمود الفقري عامل حرف سي او حرف اس اللي هو منحني، ماشي محني. سواء حرف الاس كسكوليوزس او ناس من الموبايل وهم قاعدين يجي لهم حاجه اسمها كيفوزس اللي هو تحس انه عنده، يقول لك بالعربي كده قتب. تمام. ده بيجي نتيجه العادات السيئه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. هو ده تغير شكل العمود الفقري نتيجه العادات السيئه. ربنا ما يحكم على حد، لان الام العمود الفقري صعبه جدا. فعلا. يعني احنا بنشكر الدكتور محمود الشامي استشاري العلاج الطبيعي على كل المعلومات المهمه اللي قالها لنا دلوقتي. شكرا يا دكتور محمود، ربنا يحميكم جميعا. يا رب. فاصل ونعود. الاهتمام بصحتنا اكيد من اساسياتها ان احنا نهتم جدا بجوده الاكل اللي احنا بناكله. ده بالتاكيد بيأثر بشكل كبير علينا وعلى صحتنا، وزي ما بنهتم بانواع الاكل برضو اللي بنختارها انها تكون صحيه ومفيده، ده هيأثر برضو اما ايجابيا او سلبيا على صحتنا. عشان كده لازم ناخد بالنا قوي من طريقه حفظ الاكل. كل واحد فينا ممكن يكون بيفتي او فاكر الطريقه اللي بيحفظ بيها الاكل هي دي الطريقه الصح، ممكن تكون معلومات تورثناها جيل بعد جيل، ولكن في اساسيات، في حاجات لما بنحفظها في الثلاجه بتحافظ على قيمتها الغذائيه، وفي حاجات ثانيه لما بنحفظها بره الثلاجه بتحافظ على قيمتها الغذائيه، في حاجات ثالثه لازم نحطها في الفريزر برضو علشان تحافظ على قيمتها الاساسيه. ممكن بالنسبه لناس كتير عندنا تكون المعلومات دي كلها مختلطه، انا الحقيقه منهم. عشان كده النهارده في فقرتنا دي عايزين نعرف مع حضراتكم ايه الاخطاء اللي احنا ممكن نكون بنعملها في طرق حفظ الاكل وفاكرين ان هي دي الطريقه الصح. واللي هيصح لنا بقى المعلومات دي كلها الدكتور رامي صلاح استشاري التغذيه العلاجيه. دكتور رامي دايما بنستفيد من حضرتك وبنستمتع بصحبتك معانا. ده شرف ليا يا فندم. بص يا دكتور رامي، اهو يعني احنا نحس بالامان ان الاكل نحطه في الثلاجه. ده حقيقي. صح؟ صح كده. طب قول لنا بقى ده الكلام ده مظبوط، كل حاجه تتحط في الثلاجه تبقى في دي امان ولا لا؟ لا خلينا نبقى متفقين ان الثلاجه قالت حفظ للاكل انه يستمر مده طويله، يعني الاكل ده يستناك 3-4 ايام. لكن فكره العشوائيه في انك كل حاجه بتحطها في الثلاجه، انت بتيجي بتكتشف انك ممكن تفتح الثلاجه بعد 2-3 ايام تلاقي الحاجه فيها عفن وفيها مشكله. زي الطماطم وزي الخضار، وانا زي ما هنتكلم خلال الحلقه. طبعا الطماطم والخيار، انا عارف الخيار مش لازم يتحط في الثلاجه. طبعا. بس خلينا نبقى متفقين ان الثلاجه دي اختراع لسه حديث. يعني قبل كده كانت الناس بتعيش ازاي وبتتعامل ازاي؟ بالبديهي ان الحاجه بتجيبها تشتريها تاكلها تستهلكها خلصت. لكن
لكن فكره وجود الثلاجه هي بتساعدك ان الموضوع يستمر معاك 3 4 ايام، او لو انت بقى بتشتري بكميه كبيره وبتضطر تخزن، اللي هي من اسوء الافكار اللي حدثت في العصر الحديث، فكره التخزين اللي هي خلت حد بيجيب فاكهه او خضار بتاع الشتاء ويخزنه عشان يلاقيه في الصيف، والعكس تماما يخزن. هو التخزين نفسه ده بيقلل قيمه الاكل، بيقلل قيمه الالياف، قيمه البتاع. هو الناس بتدور على الطعم بس، وعايز حاجه يستطعمها، حتى ولو كان كمان بتلاقي الطعم. يعني البسله في الفتره بتاعتها لما بتيجي تخزنها تيجي تبص على طعمها مختلف تماما وهي متجمده او هي متخزنه، وده اكبر دليل على ان فكره التخزين مش فكره صحيحه. الا بس ما احنا مضطرين، يعني عايز اقول ناكل بس البسله وقت البسله، وناكل السبانخ وقت السبانخ، نفضل ناكل في سبانخ سبانخ سبانخ، ولا نعمل ايه؟ لا انت عندك حاجات كتير قوي في السيزون بتاع السبانخ، هتلاقي سبانخ وهتلاقي ملوخيه وهتلاقي بطاطس وهتلاقي كوسه وهتلاقي حاجات كتير قوي في الموسم ده، ونفس الوقت بتاع البسله هتلاقي فيه حاجات كتير، والتنوع مطلوب لان كل المقومات الغذائيه موجوده في كل الخضار، مش في كل خضار ما فيهوش خضار في الدنيا في كل حاجه عشان تقول انا هفضل اكل النوع الخضار ده. هي دي الفكره جايه من التخزين. عشان كده بوضح للناس، الناس بتروح تشتري، هو احتياجه 2 كيلو طماطم، بيروح يشتري 5 و6 و10 كيلو طماطم ويخزنهم، وتكتشف الام ان هي بعد 5 6 ايام ان الطماطم بدا يحصل فيها عفن، فتبدا تشيل الحاجات اللي فيها عفن وتقول لك لا ده انا هعملها صلصه، ده انا هضربها في الخلاط، تبدا تدور على حل للمشكله اللي حصلت عشان تستفيد منها. التلاجة ما اسعفتكيش لان هي التلاجة مش مخصصه للنقطه. طب عايزين حضرتك تقول لنا ايه الخضروات اللي تدخل التلاجة؟ اي خضار يخش التلاجة ما عدا اثنين، ايه بقى؟ حط منه خضار، البصل والثوم. طب ما لسه قايلين خيار والطماطم برضه ما يخشوش. لا ما يستنوش، ما يتحطش في التلاجة خيار يقعد اكتر من 4 5 ايام. يعني انا لو حطيت معايا كيلو خيار، ماشي، لو حطيته في التلاجة يقعد قد ايه؟ ولو حطيته بره التلاجة يقعد لي قد ايه؟ لو بره التلاجة هيقعد معاكي من يوم لاثنين، ولو جوه التلاجة هيقعد من 3 ل 4 ايام، مش هيقعد معاكي اسبوع. اسبوع هتيجي تلاقيه بدا يدبل، بدا ينشف، بدا ملمسه نفسه يتغير، طعم الخيارة نفسها بدا يتغير، فده دليل على ان مش حتى جوه التلاجة. استاذة سناء، الخيار لما بتحطيه فترة طويلة بيطرى بالظبط، يعني بيبقى عليه ميه كده بالظبط. ايوه بالظبط، بيبدا ياخد، حتى الطماطم بتبدا تاخد ملمس غريب وطعم غريب في الطبخ. ده في الثلاجه ولا في الفريزر؟ لا في الثلاجه. احنا دلوقتي بنتكلم على الثلاجه، لكن في حاجات تتحط في الفريزر. يعني كل حاجه هتتحط في الفريزر بالتدريج. حضرتك كنت بتتكلم على البصل والثوم، دول اكتر حاجتين ما ينفعش يخشوا الثلاجه، لان درجه البروده كل ما بتنزل كل ما بتديهم فرصه اكبر ان يبدا يتكون عفن. بس احنا اساسي الثوم ده متعودين، مقشرين كام توميه كده وحاطينها في برطمان وحاطينها باب الثلاجه. لا ده مش صح، لا ده مش صح، لان هو بيدي فرصه. هو فكره انك تحطها في برطمان ما فيهوش هواء وتقفلها، ده بيسعفك يومين ثلاثه، لكن على المدى البعيد، لان انت مش هتستهلكي كميه التوم دي في فتره قريبه. على المدى البعيد في بعض البكتيريا بتتكون في التوم بالذات بسبب درجه البروده اللي هي بتبقى اقل من 4 درجات مئويه اللي هي في الثلاجه. فعلى المدى البعيد بيبدا يحصل المشكله دي. ممكن العفن او البكتيريا دي انت ما تشوفهاش بعينيكي، بس تظهر في حاله تسمم، تظهر في مغص، تظهر، وتبداي تدوري انا عملت ايه غلط ممكن يكون حصل. وهو يطلع التوم اللي في باب الثلاجه. احنا متعودين ان التوم موجود فين؟ التوم ده عندنا من ايام الفراعنه. أيوة. احنا متعودين زمان الجيب بتاعنا انه يتحط في البلكونه او في اوضه شباك المطبخ حاجة ولا كده، ممكن احتفظ بيه كده. التوم والبصل بنقدر معاكي الموسم كاملا طول ما هو متعرض في مكان فيه هواء، درجه رطوبه بسيطه، مش درجه بروده عاليه ولا درجه بروده بسيطه، هيستمر معاكي مده طويله. وانت بتشوفي زي ما انت حضرتك قلتي من ايام الفراعنه التوم بيقعد بالثلاث اربع شهور في البلكونه. طب في الفريزر برضه يا دكتور رامي؟ ده مش افضل حد برضه؟ مش افضل حل، وكمان بيخلي ريحه الفريزر وحشه قوي. لا الحاجات اللي حواليه برطمان وفي كيس بلاستيك ونربطه، يعني ريحه التوم في كل حاجه للاسف. لا التوم والبصل ما تقربهمش من الثلاجه، خاصة التوم لما يتقطع. يعني التوم لو هو كده سايب نفسه انت بتسيبيه بره. في ناس بعد ما بتقطع مثلا هي بتحتاج نص بصلايه وتقول لك النص الثاني انا هحطه في الثلاجه. لا بلاش، حاولي بقدر الامكان ما تخشش، لان بتخلي درجه البروده برضو مكونات البصل بتبدا تتغير، وبيبدا خليه عرضه للتعفن وتكون البكتيريا. فدول اكتر حاجتين ما يخشوش الثلاجه. اي حاجه ثانيه تخش الثلاجه، بس تخش الثلاجه بحذر. يعني خلينا نقول مثلا اشهر حاجات مثلا موجوده دلوقتي الرز. يعني الناس متعوده بتعمل شويه رز، ولما بيفيض منها حلو ان احنا بنحافظ على الغذاء وان احنا ما بنرميهوش وكل حاجه، بتدخله الثلاجه. الرز من الحاجات اللي ما ينفعش تطلع تتسخن اكتر من مره. يعني لما بتسخنها مره واحده ده بالكثير، يعني كمان تسويها المره واحده، يعني تسويها لكن بعد كده ما تسخنيهوش، مش احسن حاجه. فلو هتاكليه بارد يوم ولا يومين وهتطلعيه تاكليه بارد انا هسامحك وهتعدي، لكن تطلعيه تسخنيه تاني انت بتخلي الرز عرضه لتكوين بعض البكتيريا اللي ممكن تبقى بسهوله. السبانخ، حط تحت السبانخ مليون خط، السبانخ ما تتسخنش مرتين ابدا ابدا. ايوه تطبخ مره تاكليها خلاص خلصت، فاض منك للاسف انت مضطره ان انت ترميها، ما تاكليهاش. من الحاجات دي برده حاجه
من الحاجات اللي ما ينفعش برضو تخش وتطلع تتسخن تاني البطاطس. البطاطس مش سهل ان ده البطاطس طبعا النشويات اللي من النوع ده عرضه لتكون البكتيريا بمنتهى سهوله. بس دي بتبقى بكتيريا غير مرئيه يعني انا قدامي بتبقى بقيت صينيه البطاطس شكلها حلو وطازه تظهرش قدامك غير يعني انت شخص الناس عشان تقدر تميز البكتيريا بالنظر لازم تكون وصلت لمرحله تعفن يعني بدا يظهر العفن وده ما بيحصلش غير بعد مده زمنيه لكن ده يعفي ان هي موجوده مش موجوده. طب ايه الاعراض اللي انا بحسها بقى لو اكلت حاجه بقى لها يومين بطاطس؟ شبه تسمم بيقول لك مغص بتبدا بالظبط مغص زغلله دوخه عدم تركيز عدم قدره على ممارسه النشاطات انت حاسس ان انت مش مظبوط في اللحظه دي ما تفكرش لا تروح تاخد دواء ولا تكلم صيدلي انت تطلع على المستشفى او تكلم الاسعاف على طول. طبعا دي حاله تسمم حاله طوارئ. كلامك ده يا دكتور رامي بيقول لنا على فكره ودي حاجه كويسه جدا اقتصاديه كمان مش معقوله اروح اعمل رز اعمل مجات ثلاث مجات رز واحنا مش هناكل الا مجوه يعني ما هو كمان حقيقي. احمي نفسي يعني صح. انه اعمل كل يوم المج بتاعي ده هو يخلص الاكله خلصت اول باول طازه خلصت بالظبط والسبانخ نفس يعني اي حاجه عايزه اكلها احنا يعني ده يقول لك اعمل حله قد كده عشان العيال عيال ايه ياكلوا ايه وبتاع ده انا بسممهم ويا ريتهم بيعملوا حاجه هو العيال قاعده برضه ما بتعملش يعني. حاجه دلوقتي فاذا يعني كطريقه لحياتنا ده حاجه ناخدها يعني قانون في حياتنا الاكل قد الطبخة بتاعتي بالظبط كده ما فيش تلاجة بقى ولا بتاع ده تطور على فكرة تطور ثقافي عالي جدا انك توصلي للمرحلة دي كأم ان انت تقدري تحددي بيتك هياكل ايه وايه احتياجه من الغذاء انت بتحميه من مشاكل سيبك حتى من المشاكل اللي ممكن تحصل من الاكل كتسمم او لو جسمك هيسعفك مرة مش هيسعفك التانية بتكلم على المدى البعيد انا شفت في الفقرة الاولانية بتتكلموا على صحة العمود الفقري انت بتتكلم على صحة عظم بتبتدي من الاكل وبعد كده بيتطور فكرة العضلات والاربطة هو الجسم ماشي كده آلية ثابتة رقم واحد الرسول عليه الصلاة والسلام قال البطن او المعدة بيت الداء يعني هي بداية مشاكلك كلها جاء من المعدة والمعدة عشان توصل لها حاجة بتبتدي من ثقافتك انت ووعيك في التعامل مع الاكل مش التخزين بس كمان انت عارفة جسم ابنك محتاج ايه ولو بيمارس رياضة محتاج ايه وايه اللي ممكن تخزنيه عشان يقدر يساعده على المدى البعيد نفس الفكرة اللي هنقولها دلوقتي ان في حاجة اتسخنت مرة مثلا او حاجة اتجمدت مثلا زي اللحمة مثلا او الفراخ او السمك بيتجمد الام بتطلعه يفك بره الثلاجه وياخد وقته على ما تسخنه فبتكتشف ان كميه اللحمه دي اكتر من احتياجها بعد ما خلاص خلصت ما ينفعش ترجع تحطيها في الفريزر تاني انت عرضه لتفقد قيمتها الغذائيه وعرضه للتلف فانت لازم تبقي منظمه نفسك من الاول عارفه انت هتحتاجي ايه عارفه ان الوجبه بتاعتك محتاجه ايه ده هيفرق معاكي كتير جدا صحيا وحتى كمان مش صحيا بس طعم الاكل نفسه بيبقى مختلف. طب فتره التخزين هل بتختلف من اكل الاكل يعني مثلا السبانخ تقعد مثلا يوم الباميه ممكن تقعد يومين اللحمه ممكن تقعد ثلاث ايام تاني يوم بتبقى احلى قوي من اول يوم اكل باميه تاني يوم تاني يوم بتبقى احلى باكلها ساعه كمان خلينا نبقى متفقين اتفاق الورقيات ما ينفعش تستنى يعني اي حاجه يقول لنا بس الورقيات هي زي السبانخ زي الملوخيه زي الخضار اللي بيجي زي الجرجير والخيار والجزر والحاجات دي كل دي حاجات ورقيه من الاصل ما ينفعش تستنى اكتر من يوم ولا يومين خاصه لو هتخش في يعني مرحله الطبخ كبيره يومين والخضره يعني اذا الخضره ما ينفعش طبعا عشان احنا بنجيب خضره ويقعدوا المساعدين في البيت يشيلوه بقى في الفريزر والبطرمانات تخزني ليه انت موجود دايما لا ومن نعمه ربنا ان انت احتياجك لكل موسم هتلاقي الخضار بتاعه مستنيك يعني محتاجين في الشتاء فيتامين سي هتلاقي البرتقان والاستفندي مستنيك محتاجين الميه والالياف هتلاقي البطيخ والكنتالوب مستنيك في الصيف فهي كل حاجه مستنياك للظروف اللي حواليك فكره التخزين ما هي الا فكره المنظم الاكبر طبعا يعني فكره عقيمه جدا ان انت تقعد شايل حاجه لموسم مش الموسم بتاعها انت جسمك مش محتاج لا انا جسمي محتاج فيتامين سي من البطاطس في فصل الشتاء واكتر منه من احتياجه مثلا للبرتقان في فصل الصيف نفس الفكره على الجوافه نفس الفكره على الكنتالوب والبطيخ كميه وكالياف وكمعادن لان انت بتفقد كميه ميه كبيره جدا في الصيف فانت محتاج بوتاسيوم محتاج مغنيسيوم طب لو دخلنا على الزبادي والجبن واللبن والحاجات دي اللي هي اعتقد فتره بقاها في الثلاجه ممكن تبقى اطول عن كده هنتكلم على اللبن في صورته الطبيعيه اللي هو اللبن اللي جاي من الحيوان مباشره ولا اللبن اللي محطوط في علب عشان في فرق شاسع العلب فيه مواد حافظه فالماده الحافظه ممكن تحتفظ بدرجه حراره الاوضه وليها مده صلاحيه بتبقى مكتوبه على العلبه لازم الام تتابع
عاليه، ودايما في مده صلاحيه الالبان والزبادي حاولي بقدر الامكان تبقي في النص الاول من فتره الصلاحيه، يعني لو الصلاحيه من 1 ل 15 خليكي من 1 ل 7 وانت بتشتري البرودكتس بتاعك او المنتج بتاعك عشان تعرفي هيستنى معاكي مده قد ايه. بتحتفظ بيها في درجه حراره الغرفه العاديه خالص، لو درجه حراره عاليه جدا فانت ممكن تدخليها الثلاجه امان، مفيش مشكله طول ما انت بتستخدميها في مده الصلاحيه بتاعتها. لكن اللبن اللي احنا بنجيبه من بره، اللبن اللي هو من المصدر الحيواني مباشره، انت بتجيبي اللبن بتغليه، واللبن ده بعد ما بتغليه انت بتقتلي البكتيريا، بتحاولي تحتفظي بيه في حاجه معدن مثلا او بلاستيك وتبداي تحطيه في الثلاجه، بيقعد معاكي برده مده زمنيه ما تتعداش الثلاث اربع ايام يستهلك. ولا نحطوش في الفريزر اللبن؟ مش احسن حاجه. مش احسن حاجه طبعا. الالبان والجبن ما ينفعش تحط في الفريزر، ما ينفعش تتجمد. لا بس في الثلاجه. الثلاجه عادي، ما انا قلت لك مده حفظها من 3 لـ4 ايام بس. 5 ايام طبعا. ما تروحيش تشتري لي 2-3 كيلو وتحطهم لي في الثلاجه وانت اصلا هتستهلكيهم على مده زمنيه. انا بكلمك على لا حتى والله يا دكتور ما حدش بيشتري ب2-3 كيلو دلوقتي، يعني واحد بيشتري ربع كيلو يعني مش بياكله في يوم ولا في يوم، يعني فاهم قصدي؟ لو اسره صغيره خلينا نقول ان ممكن تقعد معاها اسبوع. لا اسبوع لطيف جدا. اسبوع جميل جدا، احنا بنتكلم في رقم كويس. لكن انا ما اجيبش مثلا احتياجي للجبنه قليل جدا واجي نفسي الاقي باكلها مثلا على مدار 20-30 يوم. هي مش هتتاثر او مش هتتعفن طول ما هي محطوطه في العلبه ومقفوله كويس ومفيش هواء بيخش لها. بس كل يوم بيعدي كل ما القيمه الغذائيه بتاعه المنتج ده بتقل. فانت بالنسبه لك الاكل انت بتحشي البطن وبتملي بقك وبس وخلاص، ولا انت بتدوري على قيمه غذائيه؟ هي دي الفكره. لو انت بتدوري على كالسيوم، لا الكالسيوم مش هيستناك ال 20 يوم. هي دي الفكره. لكن هتاكلي جبنه، هتاكلي جبنه. هي دي الفكره يعني. طب الشوكولاته لازم احكي لكم، لازم احكي لحضرتك على الموقف ده. انا جبت عندي كده الشوكولاته عامله زي البسكوت زي السابلي كده، فحطاه في الثلاجه ونسيته. فالمهم رحت مطلعه منها واكلت عادي ومستمتعه. فجي جوزي راح مطلع العلبه وبص عليها بعد دي بالصدفه، يعني كان عايز بيطلع حاجه فبيشيل العلبه دي، فبص عليها قال لي ده تاريخها منتهي الصلاحيه بقاله قد ايه؟ سنه. يا خبر ابيض. فقلت له بس طعمها حلو ما فيهاش اي حاجه. فقال لي لا ده بعت لي بقى مقاله خطر جدا. مخاطر ان الواحد ياكل حاجه منتهيه الصلاحيه. منتهيه الصلاحيه انت اولا انت ما بتاخدش قيمه، زيرو قيمه. بتبدا تاخد بقى المساوئ اللي بتحصل. هي الثلاجه محافظه لك على قوام الشوكولاته. يعني الشوكولاته ان هي متماسكه وكده، هي الثلاجه محافظه لك على ده. لكن ان هي تفسد وان هي ما يخشلهاش بكتيريا وان هي ما يحصلهاش مشاكل، هي ما بتقدرش الثلاجه تعمل ده على المدى البعيد. ده بغض النظر عن فكره الصلاحيه اللي هي منتهيه تماما. اي حاجه منتهيه الصلاحيه بعديها بيوم ما تفكرش في الاطعمه الغذائيه. غير الدواء، ده سكه ثانيه خالص. لكن الصحه الغذائيه اي حاجه مكتوب عليها من 1 لـ10 يوم 11 ما تفكريش تاخديها، لان خلاص عرضه، لان المواد الحافظه اللي فيها قيمتها بتقل، فما بتبقاش قادره ان هي تحفظها مده اطول، وده بيعمل مصايب كتيره جدا. زي ما انا قلت لك لفظ مهم جدا، الجسم ممكن يسعفك مره، يسعفك مرتين، ما يحسسكيش باي حاجه لان هو بيتعامل مع الظروف دي. لكن في الرابعه في الخامسه في ظروف الجو والبكتيريا والفيروسات الشديده اللي بره زي الكورونا دلوقتي، لا انت ممكن جسمك في مره هو بتلاقي نفسك وقعت والجهاز الهضمي بدا يتاثر بصوره كبيره جدا لمجرد ان انت اكلت حاجه منتهيه الصلاحيه او ما اهتمتش. واحنا بنشتري دور على الصلاحيه، نقلب الحاجه وندور على التاريخ بتاعها. وزي ما قلت لك حاجه زي الالبان والجبن تخليك في النص الاولاني منها البرودكتس، لان في بعض المراكز التجاريه اللي بتبيع الحاجات للاسف بتجيب حاجه منتهيه صلاحيتها خلاص، فاضل عليها 3 4 ايام صح، وتعمل عليها عرض شرس وتخفيض شرس كبير جدا، وانت تجري زي الطيب وتشتري الحاجه زي دي وتكتشف ان هي 2-3 يومين وصلاحيتها بتخلص، تعمل لك مصايب. هي خلاص بتقرب، طعمه مختلف والريحه مختلفه والبكتيريا كتير جدا، ودي مصايب كبيره. نشكرك يا دكتور رامي صلاح الدين، دايما بيكون معانا ونستمتع ونستفيد. ده شرف ليا. هنطلع فاصل قصير ونرجع مع حضراتكم اخر فقراتنا النهارده بيت سفير عزيز. ابتدى بقى فصل الصيف، الجو الحر والرطوبه العاليه، دايما احنا بنشتكي في يعني فصل الصيف من جفاف البشره وتساقط الشعر. النهارده هنقول لكم شويه نصايح ووصفات طبيعيه اي حد يقدر يعملها في البيت بسهوله جدا، تحمي شعرنا في فصل الصيف وكمان نرطب بيها جسمنا. وده من خلال ضيفتنا اللي منورانا في بيت السفيره عزيزه
خبيرة التجميل سارة العوام. أهلا بيك يا سارة. أهلا بحضرتك وأهلا بيك يا جسيم مدام سناء. مبسوطين إن أنت معانا علشان كل حد هيبقى عايز يسمع المعلومات اللي أنت هتشاركينا بيها النهاردة. قولي لنا بقى يا سارة، أول نبتدي بالشعر وبعدين نشوف البشرة. مفيش أي مشكلة. نبتدي مجموعة زيوت. معايا مجموعة زيوت وهقول لهم على تبس وتراكس بجد خطيرة جدا. بقشيش، هتدينا معلومات بقشيش خطيرة بدل منتجات التجميل الباهظة في الأسعار اللي احنا دايما بنضطر ان احنا نجيبها لشعرنا او لجسمنا. سبحان الله، ربنا خلق كل حاجة طبيعية ليها دواء لكل مشاكل الإنسان، وبأسعار بسيطة جدا جدا. فهنبتدي بالشعر زي ما دام بالشعر وبعدين نكمل بالبشره. للشعر انا ممكن اقول لكم على وصفتين او ثلاثه حلوين جدا 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 وفي بيت كل الناس واي حد ممكن يعملهم وافوردبل جدا كسعر. اول وصفه تتعمل دي تطويل وتتقيل حلوه جدا، ده تونر للشعر. التونر ده عباره عن بنجيب بصل احمر، ناخد القشر بتاعه او نحط البصل زي ما هو كده، نقطعه من النص بالقشر بتاعه في بوله او في حله فيها ميه، ونحط معاها توم ونحط روزماري ونسيبهم يغلوا مع بعض. مقادير قد ايه؟ بصلايه واحده روزماري او اتنين. يعني بصلايه واحده روزماري، يعني ايه واحده؟ فرع فرع واحد. بالظبط. طب احنا بنجيب الروزماري بيبقى لو ما لو اللي هو مطحون مفيش مشكله، نحط حبه يعني بمقدار الغطاء بتاع بتاع العلبه او حاجه. روزماري، ونحط الثوم، هو فصين ثوم بس نقطعهم بالنص. يعني نخلي الثوم مقطوع بالنص، بصلايه مقطوعه بالنص بقشره بس، بصلايه حمراء. نسيبهم يغلوا غلوه واحده بس. اول ما يغلوا الغلوه دي احنا بناخد الليكويد او الميه اللي اتعملت من الحاجات دي. حطينا ميه قد ايه برده؟ نحط مثلا لو هي مج مثلا ميه ثلاث كوبايات ميه مع الحاجات دي عشان تقضي شويه، لان احنا شايفه حضرتك دي يعني هي بتاعت السبراي دي احنا هنملاها هنستخدمها، هي بتقعد عشان ده حاجات طبيعيه طبعا ماكسيمم اسبوعين. بعد كده بنريفيو من اول وجديد عشان ما تبقاش فسدت يعني. بس بعد نجيب الليكويد او الميه بتاعت خلاص غلوه واحده نسيبها تبرد على جنب. واول ما تبرد نصفي كل ده بمصفى او اي حاجه وتكون بردت خالص. الميه زي ما قلت لكم نحط في حاجه زي دي. شعرك بعد ما انت تاخدي شاور ناشف او مبلول، لو انت رشيتي على الشعر على طول، الناس اللي بتعمل شعر اللي شعرها مثلا، انا شعري كيرلي طبيعي. فانا مثلا اول ما باخد شاور وهو مبلول وانا بعمل الستايلنج الكيرلي، المايه دي ريحتها بصل وريحتها لا 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 مش هتمسك في شعري؟ لا لا ما تبقاش ليها ريحه. ليه؟ هقول لك. احنا بعد ما بنحط السبراي ده على الشعر، ناس يعني قبل النوم ممكن تحطيه على فروه الشعر تمام تستفادي بيه وانت نايمه، لكن لو انت في نص اليوم او اول اليوم يعني يستحسن ان هو يتحط على الشعر بس كده، الاطراف الحاجات دي بحاجات بسيطه ما فيهوش اي ريحه خالص. الثوم لما بيتغلي غلوه واحده مع البصل ومع الروزماري، روزماري ريحته برده قويه. عايزه بقى تنهي الريحه دي، ممكن نحط قرنفل مع الميه بس. مش قرنفل، سبع قرنفلات في الميه، في الميه وهي بتغلي خلاص. انت كده ريحه البصل راحت تمام، لان ريحه القرنفل قوي ده اللي هي هتشتكي من ريحه. طب دلوقتي معلش يعني انا شعري وعملت رحت للكوافير وعملهولي ورشيت، ولا قبل ما اروح له؟ لا قبل ما تروحي له. لو انت بتعملي شعرك يبقى قبل ما تروحي له. هي ماده مش اويلي خالص، ما بتلزقش الشعر خالص. يعني عادي لو عملتي يعني غسلت شعري والسشوار وحطه، ولا قبل السشوار؟ قبل. لو انت حطيتيه هو ميه هيبوظ الشعر. قبل. بالظبط. تونر ده خطير خطير. نتيجه التونر ده امتى بقى؟ شهر ونص بالكثير قوي هتبتدي تحسي ان التساقط بتاع شعرك ابتدى يقل خالص. يعني انا اللي لاحظته انا كبيرسونال يوز، انا شعري لما كنت بصرحه كان مثلا كتلة شعر تنزل في الفرشة. أنا بعد مثلا شهرين ابتديت ألاحظ إن أنا شعري اللي بيقع حاجات قليلة جدا. فابتديت أبسط، لا ده في نتيجة. فأنا دلوقتي مكمل عليه بقالي أكتر من سنة. بس بتحطه في الأطراف ولا في كل شعري؟ قبل ما تنامي لو أنت مثلا كده على فروة الرأس. ويبقى حلو جدا لو قدرنا نعمل مساج، مش بني لا. قدرنا نعمل مساج خفيف جدا كده لفروة الرأس مدة دقيقة أو دقيقتين. كويس.
تحفه قبل النوم ده على فروه ده الرأس. اكتر حاجه سيف لكن طبعا كلها حاجات ناتشرال والبصل والثوم والحاجات الانجريدينتس الطبيعيه دي احسن حاجه اقدر استخدمهم بقى الى ما لا نهايه. بصي كل ما تخلص عايز 3 اشهر وبعدين يقول لك بعديها تسيبي شهر. بصي انت هتخسري حاجه لو عملتي كل 3 اسابيع سبتيها في البخاخه ولما جيتي تعملي شعرك او بعد الشاور رشيتي مش هياخد منك اي وقت خالص الحته اللي هي الغلوه بتاعت الحاجات مع بعض. اوكي فده على طول انا بقالي سنه دلوقتي صراحه ومش ناويه ابطل خالص لان انا عاجبني النتيجه بتاعته. دي ده التونر. تاني اعمله يعني اعمله كم مره في الاسبوع؟ مش كم مره هي كل ما تيجي تاخدي شاور كل ما تغسلي بس الشاور بعد الشاور يعني شعرك يكون نضيف شويه. حتى على فكره والله مش شرط تكوني لسه طالعه حالا من الشاور يعني انا واخده شاور امبارح او اول امبارح الشعر برده بيبقى ستيل لسه نضيف وشعري ناشف شويه انا ممكن اجيب البخاخه دي اقعد ارفرش كده. ده تونر خطير يا جماعه للناس اللي وسهل تنفيذه سهل جدا. الوصفه الثانيه بقى الوصفه الثانيه بقى للناس اللي هي يعني ممكن تعملها كل 3 اسابيع مره هي مجموعه الزيوت اللي انا هقولها لكم احنا أوكي. جايبين منها حاجات هنا معانا والزيوت دي اكتر زيوت طبيعيه مفيده جدا 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 للشعر. تمام اساميهم اكيد هنقول اول حاجه معانا بذر الكتان. اوكي طبعا الناس عارفه بذر الكتان ازاي مفيد للشعر. تمام ده زيت زيتون عادي ده زيت خروع لا سوري ده زيت الخروع ده زيت قرنفل تمام وده زيت الزيتون سوري ده مش زيت الزيتون ده زيت الزيتون لونه فعلا ده زيت الزيتون وده زيت قلنا القرنفل الاثنين دول خليهم عشان دول الجسم دي حاجات الشعر نتكلم عليها. زيت الخروع طبعا معروف ازاي مفيد جدا للشعر. زيت الزيتون نفس الكلام. انا بقى لما باجي اعمل ماسك الزيوت اللي هو زيت خروع وزيت زيتون وزيت جرجير لو فيه تحفه وزيت القرنفل تمام بيقولوا جنين القمح كمان تحفه وبذر الكتان خطير. جنين القمح وبذر الكتان حلو جدا للشعر. يعني في ناس بتعمل على فكره بذر الكتان ده انا بعمل بيه ستايلنج للكيرلي لان هو بيبقى في الاخر لما زي الجل شويه بالظبط. دلوقتي احنا جبنا دول من العطار من لازم بس عطار يبقى مضمون أوكي. عشان يبقى الحاجات بلخبطهم على بعض بحط بكميات قليله متساوية. جدا شايفه حضرتك الغطا مثلا ده الغطا بتاع اخد ربعه مش نصه كمان اقل من ربعه نحط من كل اويل يعني احنا خلينا نحط في البوله مثلا اقول لكم بالظبط قد ايه بس دي دي يا دوبك كام نص طيب. احنا مش عايزين انا مش هحط غير على انا مش هحط على الشعر كله احنا نحط على الروتس ونعمل مساج وزيت الزيتون نحط حبه قليلين جدا برده منه تمام زادت معاها شويه دي بذر الكتان قلنا خطير يا جماعه بذر الكتان لوحده اصلا من غير اي اويلز يعني للشعر خطير بجد نحط بالظبط زي ما انا بحط نقطتين بالظبط نقطتين كده بس نخليهم يميكسوا كويس جدا 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 مع بعض. ممكن عندنا تو اوبشنز الفرشه بتاعه الصبغه اللي احنا بنعمل بيها موجوده في كل البيوت او بايدينا نلبس مثلا جلوفز او بايدينا الطبيعيه ونمسك والروتس نفسها نفضل نعمل في الروتس نقسم شعرنا نعمل الروتس لغايه ما يبقى الشعر كله خلاص بقى فيه اويل وبرده نعمل مساج خفيف جدا جدا لفروه الشعر وننام بقى بيه ده لا زيت ما ينفعش تنام امال نعمل ايه؟ لان هي اويلز تقيله شويه بتبقى ندخل بقى نغسله بعد كده ساعتين نسيبه على فروه الراس ساعتين ساعتين وفي ناس بيبقى عندها اللي عارفه البونيل الحراري لو ده يبقى هي ساعه واحده نحط البونيل الحراري بعد ما عملنا ومساج خفيف جدا مع الاويلز ولمينا شعرنا نحطه ساعه ونخش نغسل شعرنا بجد انا بعد الغسله بتاعت الاويل دي اللي هي كل اسبوعين مره او حاجه انا شعري بيبقى مترطب ترطيب طبيعي كويس. طبيعي طيب. احنا مع الاسف ما عندناش غير الدقائق قليله جدا يبقى نخش في الجسم على طول بالظبط بالظبط اقول لكم بقى وصفتين خطار جدا للجسم اولها سكراب السكراب ده بيشيل نقول بيعمل ايه بيشيل جلد ميت بيعمل اي بيجمنتيشن البقع او التصبغات اللي في الجسم لو الناس عندها مشاكل السكارز مكان حبوب بتطلع في الجسم ده بيشيل كل مشاكل الجسم من الاخر ايه هم 3 منتجات موجودين في كل بيت طبيعي قهوه القهوه السكر يعني بن قصدك بن بالظبط بن وسكر وممكن نحط معلقه جليسرين او جوز هند
تمام؟ زيت جوز هند. زيت جوز هند. وهي بيبقى زي سكراب كده. تمام؟ احنا نحطه على الجسم كله ونفرك، نسيبه شويه، القهوه بتنشف على طول يعني لو دقيقتين تلاته، نسيبه ونفرك الجسم كله، هتشوفي فرق جامد جدا. احنا لو كان في وقت كنت عملتها على البشره كمان ولا الجسم بس؟ على الوش والجسم وكل حاجه. بس لو على البشره ما يبقاش الشوجر او السكر اللي هو الخشن قوي، يعني اللي هو فيه سكر بيبقى ناعم شويه. الخشن مش مشكله، يعني على الجسم بن وسكر، وجلسرين او جوز هند. ماشي. ونعمل السكراب ده، خطير للجسم. تمام. حاجه ثانيه سريعه برضو، ممكن تحت العين، ممكن تحت يعني العين. يوصل لهنا. طالما بنتكلم في اي حاجه ناتشرال مش هتاذي اي حاجه في السكين بتاعتنا. تمام. الوصفه عايزه اقول لكم الوصفه الثانيه، انا رايي اقول لها نستفادوا بيها احسن للشعر. سكراب الجسم ده حلو قوي، الاويلز برضو ممكن نستخدمها للجسم للشعر، ودي مهمه جدا هقولها سريعا جدا عشان دقيقه عندنا شويه دقيقه. اوكي. الرز يا جماعه، رز ميه رز. هنعمل ايه؟ وبرده بذر الكتان بس مش الاويل الطبيعي. نحط حله، نحط فيها نص معلقه سوري نص كوبايه رز. معاها معلقتين بذر الكتان. وميه، ونسيبهم يغلوا، يخلي الرز يبقى معجن زي الجل شويه، معجن يبقى فيه ميه شويه. وحتى لو الميه خلصت نزود ميه. اول ما يعجن واستوي اقفلي عليه وحطيه في الخلاط كله، اعمليه مع بعضه، وجيبي شاش او مصفى، اي حاجه عندك، الشاش او المصفى، وصفي الخليط ده كله، هيبقى كريمي. كريمي زي حمام الكريم بالظبط. نصفي كل الخليط ده ونحطه في حمام كريم، نحط عليه نقطه زيت زيتون او جوز هند. وده احسن حمام كريم طبيعي للشعر ممكن اي حد يعمله. الله. لازم نجرب. لازم انا هعمل لكم الخلطات دي. لو سمحتي يعني. اكيد هعملها لكم. وبعدين احنا نقوله لهم. اكيد. يعني ساره افدتينا، وان شاء الله كلنا شعرنا يبقى تحفه بعد الكلام ده، هو وبشرتنا كمان تبقى كويسه. احنا بنقول لك متشكرين، نورتينا ساره العوام خبيره التجميل، وانا وجيسي نشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. انا معاكم بكره ان شاء الله. انت معاكم الاسبوع الجاي بقى الاستاذه سناء ان شاء الله. يلا باي. ودايما خطوه عزيزه. باي. قولي لهم باي يا ساره. باي.